المصرية مش نجية، المصرية مش نجية، مجلس إدارة فاكرها وزية، المصرية مش نجية، المصرية مش نجية، مجلس إدارة فاكرها وزية، معتصمين زمايل محبوسين، احنا عندنا قضايا فساد كبيره جدا في مجلس الشركه ومجلس الاداره، والقضايا دي موجوده من اول شهر 2 فبراير. احنا قدمنا كتير من القضايا دي وكتير من الاوراق الفاسده، الا ان ما فيش حاجه حصلت الى الان. بدات الاداره تتصاعد وان هي بتعمل ضدنا قرارات جزافيه، والفساد زي ما هو. الحاجات دي احنا قلناها وقلنا لكل الجهات، لكن للاسف ما فيش اي حاجه تدل على كده. واخر حاجه كان الباشمهندس عبد الرحيم حبس مننا خمسه مننا، وده ما كانش، وهما ما لهمش ذنب خالص، الا ان هما كانوا اتاخذوا عشوائي، ومنهم اللي اتاخذ عشوائي، كل ده عشان هما بيطالبوا بحقهم. احنا هنا دلوقتي وقفتنا ضد الفساد في المصائل الاتصالات، فتح ملفات الفساد اللي موجوده. حاجه كمان ان احنا يتفرج عن زملائنا المحبوسين. عدم إخلاء سبيلهم سيؤدي إلى انفلات الأوضاع داخل قطاع الاتصالات في مصر. وجايين نقول إن الإشاعات اللي بتصدرها الإدارة الفاسدة حوالين إن عمال الاتصالات هيقطعوا الإنترنت، هذه إشاعات كاذبة، هذه إشاعات الغرض منها تشويه عمال الاتصالات. احنا مش عايزين فساد، مش عايزين مرتبات، احنا بندهار فساد، مش عايزين مرتبات، احنا عايزين اخواتنا، عبد الرحيم من غير شرعية، كل الناس بتقول